لا يختلف اثنان بأن رياضة الشطرنج في مدينة البصرة تحتل مكانة مرموقة على المستويين المحلي والعربي. العديد من الأسماء حفرت اسمها بأحرف من نور على خارطة اللعبة التي طالب القائمون عليها بضرورة الاهتمام بها وتقديم الدعم الذي يرتقي بها نحو أفضل المستويات. نفتقد لأبسط مقومات لرياضة الشطرنج، وهي كمركز أو كمقر للاتحاد الفرعي. كذلك نفتقد إلى الدعم المادي والدعم المعنوي في محافظة البصرة. نطلب من الجهات المعنية مثل الجهات التنفيذية أو التشريعية لدعم اتحاد الشطرنج. بصراحة أكو منافسين لنا، أكو نوادي تدعمها وزارات حكومية، بس نادي وسيل، نعم نادي عريق مثل ما حضرتك تفضلت، تأسس بال 1995 ومبني على المواهب اللي تبدي بي تكبر بي ويتدرجون بي، ودعمنا كله داخلي يعني، والحمد لله والشكر وصلنا لكي مراحل واسترافينا هاي بطولة المنطقة الجنوبية، وعدنا الاتحاد المركزي انه نستضيف بعد ما شاف النجاح والترتيب اللي سويناه بالبصرة، وعدنا ان البصرة ايضا حتستضيف بطولة العراق القادمة ان شاء الله. الاتحاد العراقي لرياضة الشطرنج وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في البصرة أقام بطولة المنطقة الجنوبية المفتوحة للشطرنج بمشاركة أربع محافظات هي المثنى وذي قار وميسان بالإضافة إلى البصرة صاحبة الضيافة. قيمة بطولة المنطقة الجنوبية في البصرة تشمل أربع محافظات ذي قار والسماوة وميسان والبصرة، يترشحون منها 5 لاعبين الى نهائي العراق الاول في بغداد. المنافسه كانت جدا قويه، كانت المنافسه 40 لاعب شارك فيها من المحافظات الاربعه، يترشح منها 5 مثل ما قلت لك الى نهائي العراق الاول. ترشحوا 5، الاول من الميسان والثاني من اهل البصره، الثالث من البصره، الرابع من البصره، الخامس من الميسان. الحمد لله قدرت اتاهل الى نهائي العراق. لعبت بطوله المناطق اللي هي المنطقة الجنوبية اللي هي 4 محافظات: بصرة، عمارة، ناصرية، سماوة. أفضل لاعبين شاركوا بالبطولة أكيد حتى يحصلون المراكز 5 الأولى لتأهلون المرحلة القادمة. الحمد لله قدرت أحصل المركز الثالث. استمرت على مدى 5 أيام وشهدت تنافسا حادا بين المتسابقين تهدف إلى اختيار اللاعبين 5 الأوائل لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية المقبلة. لقناة زاغروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.